التقى زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله بوفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية، وذلك لبحث الأوضاع في غزة وآخر مستجدات محادثات وقف إطلاق النار، وذلك بحسب بيان لحزب الله. وأضاف البيان إنه جرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات الأمنية والسياسية في غزة، كما أكد الطرفان على مواصلة التنسيق الميداني والسياسي. ההפגנה היא בעצם לשחרר את החטופים, דבר ראשון, ללכת לתהליך מדיני. אנחנו לא יכולים להיות מגויסים 9 חודשים. في مكالمة هاتفية أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي جو بايدن لتهنئته بعيد الاستقلال الأمريكي، أكد نتنياهو لبايدن قراره بإرسال وفد لمواصلة المفاوضات من أجل إطلاق سراح المحتجزين، مؤكدا المبادئ التي تلتزم بها إسرائيل، وفي مقدمتها عدم إنهاء الحرب إلا بعد تحقيق جميع أهدافها. وفي السياق اعتبر مسؤول أمريكي كبير أن أمام إسرائيل وحماس فرصة مهمة للتوصل إلى اتفاق في شأن وقف إطلاق النار في غزة واستعادة المحتجزين، مضيفا أن وفدا أمريكيا سيشارك في المفاوضات في الدوحة. وأشار المسؤول الأمريكي أن العناصر الأخيرة التي قدمتها حماس أدت إلى تقدم العملية وقد تشكل القاعدة الضرورية لبلوغ اتفاق، ومع إقراره بأن هذا لا يعني أن الاتفاق سيتم التوصل إليه خلال الأيام المقبلة، لأن هناك الكثير الذي ينبغي القيام به والمتعلق بمراحل التطبيق. لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن 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 لا أنا. أعلنت الصحة الفلسطينية مقتل 5 برصاص إسرائيلي خلال اقتحام في جنين. القوات الإسرائيلية اقتحمت المدينة وحاصرت أحد المنازل وطالبت من فيه بتسليم أنفسهم، فيما دارت اشتباكات مسلحة أطلق خلالها الجنود قذائف باتجاه المنزل المحاصر. مولع سنة مولع مولع. إثر التماس مقدم إلى المحكمة العليا الإسرائيلية على خلفية الانتهاكات الكبيرة ضد معتقلين من قطاع غزة، طلبت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إغلاق معتقل سيدي تيمان الصحراوي على الفور. ويقدر بأن إسرائيل اعتقلت منذ بداية الحرب على غزة مطلع أكتوبر مئات الفلسطينيين من قطاع غزة في سيدي تيمان وسط انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، في حين تتناقض الاعتقالات مع موقف وزير الأمن القومي إتمار بن كفير الذي حض علنا على التشديد من ظروف الاعتقال لا سيما في معتقل سيدي تيمان.
زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقر عمليات سلاح الجو في وزارة الدفاع في تل أبيب، وحصل خلال الزيارة على نبذة عن نشاط أنظمة الدفاع الجوي وخطط العمليات المستقبلية. وقال نتنياهو إنه في خضم الحملة الصعبة ضد لبنان أسست الحكومة الإسرائيلية مبدأ هدر دم من يؤذيها، وأوضح أن الحكومة تعلم أن الطريق لا يزال طويلا لكنها مصممة على إعادة الأمن إلى الشمال وإعادة السكان سالمين إلى منازلهم. تلقيت مراجعة شاملة من قائد سلاح الجو حول الأعمال الدفاعية والهجومية التي يقوم بها سلاح الجو لصالح دولة إسرائيل. في خضم الحملة الصعبة ضد لبنان أسسنا مبدأ من يؤذنا فدمه مهدور، ونحن نعلم أن الطريق لا يزال طويلا لكننا مصممون على إعادة الأمن إلى الشمال وإعادة السكان سالمين إلى منازلهم. هذا وحمل المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية لبنان وحزب الله المسؤولية الكاملة لما يجري في الحدود الشمالية، مشيرا إلى استخدام بلاده لكل الوسائل اللازمة لاستعادة الأمن وإعادة المواطنين إلى ديارهم. لكي نكون واضحين، فإن إسرائيل تتصدى لعدوان حزب الله، وسوف نستخدم كل الوسائل اللازمة لاستعادة الأمن إلى حدودنا الشمالية وإعادة مواطنينا بأمان إلى ديارهم. دولة لبنان وجيش حزب الله الإرهابي بتوجيهات إيران يتحملان المسؤولية الكاملة. أما في لبنان، فدعا وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب كندا لاستخدام نفوذها وعلاقاتها مع الدول المؤثرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار جنوبي لبنان والحيلولة دون توسع الحرب. وقال أبو حبيب خلال زيارة رسمية إلى كندا التقى خلالها نظيرته الكندية إن الحاجة ملحة لدعم قوات حفظ السلام الدولية اليونيفيل والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ودعم الجيش اللبناني.